طيب يعني أهلا بيكم في الجروب الصح أول حاجة. تاني حاجة يعني إيه، هنبدأ نتكلم على الكورس اللي هو بتاع السوفت وير فورمال سيفيكيشن. هعمل إكزامبل عشان أعرف أشوف إيه الميزة بتاعت الإيه الفورمال سبيسيفيكيشن. فطبعا أي حد بيعمل سوفت وير بيبدأ بيسأل أنت عايز إيه، اللي هي الريكويرمنت، وغالبا دي بتبقى بالإنجليزي أو بالعربي أو بلانجوج يعني. وبعدين في حد بياخد الكلام دوت يترجمه لديزاين. الديزاين غالبا بيقع بقى هنا بعض الاخطاء، لان انا الريكويرمنت دي بتبقى بالانجليزي او بالعربي باللانجوج يعني، واحد كاتبها قايلها رسم شويه حاجات. الديزاين بيبقى غالبا البرنامج هيعمل كذا ومش هيعمل كذا، في فلوت شارت، في مثلا كلاس دايجرام، في ستيت ترانزيشن دايجرام، ففي حاجات يعني حاده يا كده يا صح يا غلط، والكلام ده هو اللي ينفع يتحول لبرنامج. فالبرنامج والديزاين من ناحيه والريكويرمنت من ناحيه تانية بعاد عن بعض او مختلفين عن بعض، فانا محتاج اعمل بينهم زي كوبري او بريدج، بحيث ان انا يبقى الانتقال سهل من ده لده. فطبعا الانتقال من اللانجوج لحاجة بيسموها فورمال أو برامج أو سطور يبقى ليها معنى واحدة واحد بس الكمبيوتر يعرف يفهمه، ميبقاش فيه مجال للتفكير يعني. بحتاج ساعتها أستخدم اللوجيك والماثماتكس، ودي اللي بيسموها الفورماليتي. فأنا في الكورس بتاعنا دوت هيبقى التركيز بتاعنا على تحويل الريكويرمنت اللي هنا لونها أحمر لسبيسيفيكيشن أو فورمال سبيسيفيكيشن مكتوبة بماثماتكس وبايه ولوجيك. وهيبقى واجب عليا ان انا افهم اللوجيك ده وافهم الترانسليشن من الانجليش او من العربي لللوجيك. والحاجه الثانيه ان انا ازاي اتاكد ان الريكويرمنت بتاعتي كويسه كامله مش ناقصها حاجه، في تعارض بينها وبين بعضها. فالواحد وهو بيتكلم ممكن يقول كلام كتير يكون فيه لخبطه او فيه كونتراديكشن، انما مش هيبان قوي، مش هتعرف تكتشف. انما لو انا حولت الكلام بتاع اللوجيك وممكن اقول مثلا ان ايه بتساوي بي وايه لا يساوي بي، هما الاثنين فيهم كونتراديكشن، فساعتها اقدر اكتشف بعض الاشياء اللي ما كانتش ايه موجوده قبل كده. حاجه تانية ممكن اعمل استنتاجات اسهل. استنتاج يعني ايه؟ يعني لو عندي اكس بخمسة ومثلا واي بسبعة تبقى اكس زائد واي بكام، فممكن مثلا اجمعهم. لما بتكلم الكلام ده بالانجليزي او وسط ما انا شغال بالعربي مثلا بيبقى صعب انك تعرف تستنتج منه، انما احوله اللوجيك واعمل عليه اوبريشن وهو لوجيك وماثماتكس هيبقى اسهل. ايه هيبقى اسهل بكتير. فدلوقتي هشوف معاكم ان انا عايز اعمل برنامج. البرنامج دوت عايز اعمل جريتر كوماند ديفيزور. يعني ايه؟ يعني برنامج يجيب لي رقمين انتجرز بوزيتيف، طبعا هما الاثنين بيقبلوا الاسم على حاجه، فعايز اجيب اكبر حاجه هما الاثنين يقبلوا الاسم عليها. طبعا كماثماتكس الموضوع دوت مش صعب قوي، بس ان جنرال لو في حد يعني مخه بتاع برمجه او بتاع سي او بتاع جافا دي مش مشكلته ان هو يقعد يفكر ازاي هيعمل الكلام ده. فاتس بيتر ان انا حد يجهز المعلومات ليا بحيث ان انا اعرف اعمل بروجرامنج بطريقه ايه، بطريقه سهله او بطريقه مباشره على طول. طبعا لو سالت حد فيكم هيعمل الكلام ده ازاي، فغالبا لازم يعني ايه يرجع يفتكر شويه الحاجات اللي هي بتاعه الحساب العامل المشترك الاكبر، والحاجات اللي هي ايه اللي عارفينها دي كانت بتتحسب ازاي، او الجريتر كوماند ديفيزور زي ما كان الناس بناخده في المدرسه. وبعدين أبدأ بقى أحول الكلام ده لبرمجة إزاي. فمثلا عايز أدور على أكبر حاجة هم الاثنين بيقبل اسم عليها، أو أشوف كل واحد فيهم بيقبل اسم على كام وأشوف الحاجات المشتركة بينهم وبين بعض. فطبعا الأفكار دي كلها محتاجة تتحول لإيه؟ لبرنامج كمبيوتر. فأنا هشوف معاكم إزاي الكلام ده هيبقى أسهل بعد ما أخلي الموضوع مشكلة برمجة بس. فدي الإيه؟ دي الفكرة الأساسية في الكورس بتاعنا، انك تخلي الديفلوبر او البروجرامر ما يفكرش كتير في الايه في البروبلم اللي هي متقاله بالانجليزي او بالعربي، يفكر في الايه هيعمل البرمجه ازاي بتاعت الكلام ده، ازاي من ده يوصل لده.
فهنا طبعا لو حد فيكم يعني في مشكلة مثلا في الحتة بتاعت احنا عايزين ايه او احنا هنجيب ايه، انا طبعا مثلا لو عندي رقمين مثلا زي رقمين مثلا زي ايه، زي مثلا خلينا نكتب لون باين مثلا زي رقم 12 مثلا ورقم 8، فانا عايز اشوف هما الاثنين بيبقى الاسم على كام، اكبر حاجة هما الاثنين بيبقى الاسم عليها. فطبعا يعني ممكن احلل ده واحلل ده، دي طبعا هتبقى محتاجة شوية شغل شوية بالكمبيوتر، او ادور على رقم هما الاثنين بيبقى الاسم عليه، فده دايركشن وده دايركشن تاني. بس يعني ايه القواعد او ايه اللي هيحكمني؟ كأني عايز افهم البروجرامر يعني ايه جي سي دي. فخلينا نشوف مع بعض يعني ايه جي سي دي. فانا هبدأ احول الريكويرمنت بتاعتي لايه، لحاجة فورمال شوية. فطبعا هبدأ اكتب زي كأنها بكتب ايكويشن، بكتب مثلا لو ده يبقى ده، رولز يعني حاجات بالمنظر ده، رولز او ايه او ايكويشن باللوجيك وبالماثماتكس طبعا. فطبعا احنا طبعا عارفين ان انا عندي اكس وواي وعايز اجيب الرقم اللي هما الاثنين يبقى الاسم عليه، فالرقم اللي هما يبقى الاسم عليه دوت هو غالبا الايه انا هسميه الجي سي دي. فبقول ان اكس تقبل الاسم عليه، يعني باقي اسم اكس على جي سي دي بتساوي ايه، بتساوي صفر. فطبعا دي من الحاجات اللي هي الايه المهمه. الحته دي ممكن تخش معايا بعد كده في البروجرامينج كحته جوه اف مثلا او جوه كونديشن، بس انا ابقى فاهم ان دوت ايه دي كونديشن، يعني اي رقم انت تجيبه جي سي دي لازم تبقى اكس باقي اثبتها عليه بايه، بصفر او ما تقبل اسم عليه. نفس الكلام بالنسبه لواي. وبعدين ابدا بقى افكر يعني لحد دلوقتي انا كان عندي رقم هما اتنين بيقبلوا الاسم عليه، طب انا هجيبه ازاي؟ او ممكن يكونوا بيقبلوا الاسم على كذا حاجه، فابدا افكر في الحته ايه، في الحته دي. طيب لو انا عندي هما الاثنين يقبلوا الاسم على رقم A وعلى رقم B، او مش كده معلش، لو جي سي دي دوت هو رقم وحيد، يعني مثلا التمانية والاتناشر ما لهمش غير رقم واحد بس، ما ينفعش يبقى المسألة دي ليها حلين. فانا لما هلاقي واحد هقف عنده خلاص، لقيت مثلا التسعة والستة يبقى الاسم على التلاتة، يبقى ما فيش حاجة غير التلاتة هي الايه الجي سي دي بتاعتها. طبعا يعني الكلام ده مثلا في البرمجة يتحول لإيه؟ لما تلاقي رقم هما الاتنين يقبلوا الاسم عليه يبقى أنت خلاص حليت الإيه؟ حليت المسألة، أو مفيش غير رقم واحد بس هو اللي يعتبر إيه؟ جي سي دي بالنسبة للإيه الرقمين دول. طيب إيه تاني؟ في حتة تانية إن هو ممكن يقبلوا مثلا زي الاتناشر والتمانية، ممكن يقبلوا الاسم على الاتنين وعلى الواحد وعلى الأربعة، فنقف عند أنهي واحد؟ طبعا هو اسمه جي سي دي جريتر. فهنا بقى برضو ممكن الواحد يكتب رول زي كده، اف اي جي سي دي وبي كمان جي سي دي او كومن ديفيزور، يبقى دايما ايه هي الايه تكون اكبر من بي. يعني ايه؟ يعني اي حاجه يقبلوا الاسم عليها مش لازم تبقى هي الجي سي دي الا ما تكون اكبر واحده. يعني الحته دي معناها ايه؟ لو في رقمين هما اتنين يقبلوا الاسم عليهم اخد الكبير، اخد الايه، اخد الكبير. يبقى انا كده فهمت اعمل ايه، او فهمت تقريبا هحكم ازاي. لازم يكون الاكس تقبل اسم عليه والواي تقبل اسم عليه، وكمان ايه، وكمان ايه طبعا اللي هو ان هو ما فيش غير رقم واحد بس مو جي سي دي، واخر حاجه طبعا ان ايه لو هما اتنين يقبلوا اسم على حاجه لازم تكون اكبر حاجه يقبلوا اسم عليه، لازم تكون اكبر حاجه يقبلوا الاسم ايه عليه. فطبعا يعني زي ما احنا شايفين انا كده ممكن في البرمجه بتاعتي او في الديزاين بتاعي افكر الاف ستيتمنت هتبقى بالمنظر ده، هيبقى فيها الشرط الاولاني والشرط الثاني، والحته دي هتخليني الثالثه، هتخليني ان انا ايه اعمل ريتيرن اول ما الاقي الحل. والحته الرابعه ممكن تخليني ادور في الاماكن الكبيره الاول، يعني ادور في الارقام الكبيره. فطبعا بالمنظر ده ممكن ان انا اعرف اكتب ايه برنامج بطريقه كويسه او بطريقه ايه بطريقه سهله.
مش هبقى محتاج افكر بنفسي كبروجرامر، بس هبقى محتاج استخدم الايه الاربع جمل دول او الاربعه ستيتمنتس دول عشان اقدر ان انا ايه يعني اطلع البرنامج بتاعي بايه بسهوله. طيب كحل كديزاين بقى، يعني ممكن الواحد دلوقتي كاني بترجم ده لايه للانجليزي او العربي علشان يعني يقول لي يعني ايه جي سي دي، او هعمل ازاي الجي سي دي بالايه كبروجرامنج يعني. فطبعا هنا الفكره مثلا ان انا هعمل ديزاين بقى ان انا هجو ثرو نمبرز اللي ينفع هم الاثنين يبقى الاسم عليها، طبعا اكس وواي يبقى الاسم على ايه، لازم تكون حاجه اصغر من اكس وواي، فبالتالي هبدا من ايه مثلا من المينيمم بتاع اكس وواي مثلا لحد واحد. واحد طبعا بيستخدمه في الاخر لو هما الاثنين مثلا ايه مثلا زي التسعة والثمانية، ما يقبلوش الاسم على حاجة زي ايه زي بعض. تمام. طبعا if the current number is a GCD يبقى خلاص returned، لان انا ايه بادي من الكبير للصغير، واول ما الاقي الحل بتاعي يبقى انا خلاص وقفت ايه وقفت على الحل بتاعي. يعني الجملتين دول دلوقتي يعتبروا كأنهم ترجمة للاربع ايه للاربع statements دول، فانا هستخدمهم في ان انا اكتب كود بطريقه كويسه او بطريقه ايه بطريقه معقوله يعني. فطبعا هعمل فانكشن، والفانكشن دي طبعا هيبقى ليها الانبوت اللي هم الاكس والواي، والفانكشن دي غالبا هتبدا من المينيمم بتاع اكس وواي وتمشي يعني تنازلي لحد الواحد، وبعدين اول ما الاقي رقم هم الاثنين يقبلوا الاسم عليه واعرفه ازاي نفس الايه نفس ده اللي هو الاولاني والثاني، بس طبعا هنا اسمه اي مش اسمه جي سي دي. لو الاكس تقبل الاسم عليه والواي كمان في نفس الوقت تقبل الاسم عليه يبقى انا خلاص هعمل ريتيرن للايه للاي. طبعا كلمه ريتيرن دي هي كانها عملت ايه كانها قالت ان هو اول واحد، يعني لو ما كانش الجي سي دي رقم واحد بس كنت هبقى محتاج احسب الاولاني والتاني، اوضع الاولاني واوضع التاني واوضع التالت، كأني مثلا بقول لك ايه الارقام الفرديه كلها، فانت مثلا لازم ايه تقول لي واحد وثلاثه وخمسه، كل ما تلاقي رقم ينفع تعمله وتكمل، انما هنا لا اول واحد هينفع خلاص هقف ايه هقف عنده. فدلوقتي ده الكود غالبا يعني الايفورت اللي انا عملته بعد ما حطيت الاربعه ستيتمنتس دول هيبقى ايفورت ايه ليميتد شويه او محدود عن الايه عن الاول. طبعا دي يعني طريقه مهمه جدا في الفورمال سبيسيفيكيشن، انا ممكن الديفلوب البروجرام بتاعي او الكود بتاعي بدايه من الايه بدايه من اللوجيك او بدايه من الماثماتكس. ممكن حاجه تانية ان انا مش الديفلوب البرنامج، يكون في عندي برنامج واحكم عليه البرنامج دوت كويس ولا وحش، يعني اطلب مثلا من حد فيكو ان هو مثلا يكتب لي برنامج، كتب برنامج وانا ببدا ابص على البرنامج، البرنامج مثلا ده بيقول ان انا همشي في ارقام الصغيره للكبير وهعمل ريتيرن برضو، يعني بيجيب لي اصغر رقم هما الاثنين يبقى الاسم عليه، يبقى ده غلط غلطه فيها ايه ان هو ما ينفعش مثلا ايه يجيب. طيب واحد فيكم كاتب برنامج زي ده بالظبط، بس مثلا بدا مثلا من حاجه من مثلا من اكس لحد واي مثلا، فطبعا من اكس لواي ده مش هجيب الحل بتاعي لان انا غالبا الرقم الجي سي دي اصغر منهم هما الاثنين، فلما اجيب من اكس لواي غالبا مش هعرف احل المشكله بتاعتي، او في بعض الاحيان مش هحلها، مثلا زي مثلا اقول لك 12 و8، فانت لو عملت لوب من 8 ل 12 عمرك ما هتلاقي الا 4، فانت كانك يعني ايه كل حاجه صح بس الارقام اللي بتدور فيها غلط، فانت بالتالي هيبقى البرنامج بتاعك دوت لما يكون عندي formal specification ممكن اكتشف ان هو ايه ان هو مش صح او مش هيشتغل بطريقة ايه بطريقة سليمة. ساعتها البروجرامر عمل اللي عليه قوي وعمل development كويس قوي، بس الغلطة اللي عملها او المشكلة اللي عملها مشكلة ترجع الى الايه الى حتة الformality او ان هو مش فاهم mathematics او مش فاهم logic، ودوت لا يعيبه كبروجرامر. فالفكرة بقى ان انا عايز يعني اخلي البروجرامر يركز في شغله عن طريق الشغل بتاعنا في الحتة دي. طبعا الشغل بتاعنا دوت هيكون معتمد على بعض البرامج المهمة
ان ما حدش يغلط فيها. نعمل برنامج مثلا تحكم مثلا في whatever مثلا في محطة كهرباء، بحيث ان ايه ما يحصلش مثلا قطع للكهرباء من غير لازمة، او switching مثلا من محطة لمحطة تانية ما ياخدش اكتر مثلا من 5 دقايق، فالنور ما يقطعش مثلا في مكان معين. فالحاجات دي كلها يعني بيسموها safety critical. يبقى انا عايز اعمل برنامج غالبا مفيش مجال فيه للخطأ، او الخطأ فيه هيكلف ايه، هيكلف فلوس كتير ويكلف حياة ناس. فانا يهمني قوي ان انا اخد بالي من الديفلوبمنت بتاعي ان هو يحصل بطريقة ايه، بطريقة صح. يبقى كأني مثلا بقول ايه 1+1=2، فيطلع البرنامج بيحقق الكلام ده او عمره ما يغلط. اوكي طيب، طبعا ايه تاني ممكن استخدم فيه، اللي هو ان انا ممكن لو انتم كنتوا عديتوا على الكورس اللي هو بتاع التستنج، ممكن ان انا اجنريت تيست كيسز. منين؟ من الحته دي. يعني ايه تيست كيسز؟ يعني انا هعمل برنامج وفي الاخر هختبره اشوفه صح ولا غلط. طيب يعني مين اللي هيقول لي التيست كيسز بتاعتي؟ ممكن طبعا ان انا اقعد افكر في البرنامج وابص على الكود بتاعه، او قبل ما اقعد ابص على الكود بتاعه ممكن ابدا ان انا استخدم الايه الفورماليتي دي. طب ليه ان انا استخدم الفورماليتي اسهل؟ لو رجعت معاكم السلايد اللي قبلها اللي كان فيها الاربعه ليفلز، ايوه دي، انت هنا كده يعني عملت 1 جامب 2 لحد ما وصلت للكود، ففي احتمال كبير او انك تغلط في حاجات، غلطت غلطه في الديزاين، غلطت غلطه في الكود، ففي الاخر بقيت ايه، يعني مثلا زي كانك بتترجم من عربي لانجليزي الفرنساوي الالماني، ففي الاخر ممكن بقى في مجال كتير للايه للخطا. فالتست كيسز بتاعتك انت بتبص عليها من الكود، فانت كده كانك بتست الكود اجينست اتسيلف. انما لما ببص على التست كيسز بتاعتي من هنا، اللي هي اول محطه فورمال بعد الايه بعد الريكويرمنت، فغالبا this is the best، لانها اقرب حاجه اقدر منها ايه اقول يعني البرنامج بتاعي المطلوب او المنطوق بقى لوجيك، فاقدر ساعتها ان انا ايه استخدم الكلام. طبعا هنا التست كيسز بقى ممكن اطلع مثلا رقمين زي 4 و6، وعن طريق الكلام اللي هو الاربع جمل دول اطلع ان 2 هي الجي سي دي بتاعتهم، ومثلا 64 و8 مثلا 8 هي الايه الجي سي دي بتاعتهم. فممكن طبعا الكلام ده بقى اخده اديلي البرنامج اللي حد تاني عمله او عمله ازاي بقى الله اعلم، ومفروض البرنامج بتاعه ان هو يطلع الكلام ده ان ايه ان 2 و8 ايه هما الحل. فلو ما طلعش كده يبقى البرنامج ده غلط. ليه؟ لان انا مطلع التست كيسز دي من الايه من السبيسيفيكيشن. انا كده يعني استخدمت السبيسيفيكيشن في ايه، في ان اعمل حاجه. لو انتم مفكرين في حاجه في التستنج، او لو حد ما خدش تستنج لسه، بيسموها الاوراكل. اوراكل يعني ايه؟ يعني ايه التارجت اوت؟ فين التارجت اوت؟ انت عندك برنامج بيحسب الجي سي دي، هتدخل له رقمين وتعرف التارجت اوت. فانت التارجت اوت هتجيبه منين؟ التارجت اوت لا انا ايه اجيبه عن طريق اللوجيك او عن طريق الماثماتكس اللي هي الايه الفورمال سبيسيفيكيشن، وبعدين اخليه كده عندي مقياس او تيست اختبر بيه جودة البرنامج اللي ايه اللي حد تاني هيعمله بطريقة تانية. فالفورمال سبيسيفيكيشن مينلي ممكن تتقاس في انها تخليني اعرف اجنريت برنامج او حتة من برنامج حتة بحتة كده اترجم، او ان انا اتأكد ان الترجمة دي تمت صح، او ان الترجمة دي ما بتخالفش الايه ما بتخالفش السبيسيفيكيشن دي. ودي طبعا من الحاجات اللي هي الايه الفايده المهمه قوي بالنسبه للفورمال سبيسيفيكيشن. كويس قوي. طبعا هنا احنا تعرضنا لجزئين، جزء ماثماتكس اللي هو ده وده، وجزء تاني لوجيك. لوجيك يعني ايه؟ يعني لو تلاحظوا هنا في عندي اف كذا زين كذا. اوكي فالكلام ده زي ما ربنا ما هيسهل في الكورس بتاعنا بيتحول للوجيك. اوكي وحته الزين دي او الاف زين
بتبقى ايه، بتبقى رمز جديد هنشوفه في اللوجيك اللي هي بتبقى ايه implies. اوكي، فطبعا انا ممكن دلوقتي اعبر عن الموضوع ده بمثلا بحاجة زي كده، مثلا جي سي دي دي تبقى كأنها بوليان فانكشن، يعني فانكشن تبقى true or false. فمثلا دي معناها ان لو ايه اذا جي سي دي وبعدين اند، اعمل اند طبعا، الاند طبعا ممكن ان احنا نستخدم المنظر ده، ده معناه اند. وطبعا جي سي دي بي وكمان بي جي سي دي، يبقى ساعتها دي شرط، ساعتها استنتج ان ايه ايكوال بي. الحته دي اللي انا عملتها دي كانها لوجيك ستيتمنت، ودي هنتدرب عليها. اوكي، والحته دي بيسموها فيرست اوردر لوجيك، ودي مفيده في ان انا ايه اعرف اعمل قانون، عبر عن قانون بايه باللوجيك. اوكي، فطبعا احنا قبل كده كنا بناخد اللوجيك مثلا اللي هو A و B و C و Z و X و Y، حاجات ثابتة. إنما هنا أنا عندي إيه؟ عندي GCD A. طبعاً GCD A اللي هي مقصود بيها GCD X و Y و A، يعني GCD of X و Y بيساوي A. فطبعاً عشان ما تلخبطش، بس هنا غالباً هبقى محتاج أكتب إيه؟ لكل A ولكل B، for all A and for all B. كده ده كده ممكن يعني كقانون كده يتفهم ازاي او يتقرا ازاي. يتقرا اي رقمين لو هما الاثنين جي سي دي الاكس واي، يبقى الرقمين دول بيساوي بعض. طيب معناها ايه؟ طبعا ده كده اللي هو المعنى الترجمه الحرفيه، الواحد بيترجم حته حته، انما المعنى ان مفيش غير جي سي دي واحد بس، يعني انت ما عندكش اكتر من وان ايه، من وان جي سي دي، او ما ينفعش يبقى في رقمين مختلفين، يبقى هما الجي سي دي بتوع ايه، بتوع رقم معين. كويس قوي. فطبعا احنا هن ايه في اللوجيك هنبدا نفهم يعني ايه امبلايز، ونبدا في الجزء بتاع اللوجيك نعرف الحته دي اللي هو بيسموه الفيرست اوردر لوجيك، اللي هو بعد اللوجيك اللي احنا خدناه مثلا في تاني سنه، اللي هو بيسموه البي لوجيك او البروبوزيشنال لوجيك، اللي هو معتمد على variables عادية ومعتمد على الـ and والـ or والـ not. هنا هيبقى في عندي شوية حاجات زيادة بقى، اللي هم ايه، ممكن اقول مثلا for all، وممكن اقول حاجة تانية اللي هي معناها there exist، او معناها some بالعربي، بعض من الايه، من القيم، ودي طبعا معناها ايه all. اوكي، فلما مثلا عايز اقول كل الطلبة فبقول all students. اوكي، عايز اقول بعضهم بقول there exist ايه، او اللي هو الرمز التاني دوت، واقوم كاتب student، فتبقى الجمله صحيحه عند بعض الناس مش لكلهم. اللي فوق تبقى صحيحه عند كل الايه، عند كل الناس. هنا الجمله بتاعتنا دي لاي والبي، اي رقمين، اي رقمين لو هما الاثنين كذا كذا، يبقى ساعتها الرقمين دول زي بعض، اللي هي معناها ما فيش غير رقم واحد بس هو الاثنين يعتبر الجي سي دي بتاعها، يعني كانه بيسموه يونيك، يعني مش اكتر من واحد، هو واحد بس. تمام. طبعا المنظر ده هيتكرر كتير قوي، اللي هو منظر ان انا استخدم اف شرط، ده الشرط ودي النتيجه، بحط الشرط قبل علامه الارو وبحط النتيجه بعدها، فدي طبعا بيسموها امبليكيشن، او بيسموا الارو دوت امبلايز. امبلايز يعني يؤدي الى، او نستنتج منه ذلك يعني. كويس قوي. طيب احنا كده فهمنا المثال دوت، وان شاء الله هيبقى الكورس بتاعنا كله بيدور حوالين ازاي اعمل الايه، ازاي اجيب الاربع سطور دول من الايه، من الريكويرمنت بتاعتي، وحته تانية ازاي ادخلهم مع بعض واقول ان في كونتراديكشن، في حاجه غلط، في حاجه ناقصه، في حاجه زياده. يعني مثلا لو انا كنت نسيت السطر ده بتاع واي بتساوي واي تقبل اسم على الجي سي دي، والبرنامج بتاعي بشغله، ممكن الاقي ان هو ايه، مش هيبقى صح على طول. لو انا حطيت سطر زياده مثلا زد تقبل اسم على جي سي دي، مين زد؟ مفيش زد، معرفهاش. اكس زائد واي تقبل اسم على جي سي دي، حد فكر في كده يعني؟ فكده كانه حاطط شرط زياده، فممكن دوت يعمل بقى نوع من انواع الايه،
التعارض في بعض الايه في بعض الاحيان. مين هيثبت لك الكلام ده؟ اللوجيك ممكن يقول لك ان في كاونتر اكزامبل مثلا، يعني في مثال يثبت عكس ذلك، فبالتالي ما ينفعش تحط الحته دي او الحته دي زياده عن الايه عن الحل، المفروض ما تحطهاش. فطبعا بالشكل ده ممكن الواحد يجهز الدنيا لان هو يعرف يعمل برمجه بطريقه ايه بطريقه سهله. طيب هنبص بقى على على الكورس النهارده. ان شاء الله هنحاول نركز مع بعض في يعني ايه فورماليتي وبحتاجها ليه والريكويرمنت، ايه المشاكل اللي ممكن تكون فيها، واحط الفورماليتي ازاي واحطها قد ايه وامتى. طبعا بعد كده هبدا اتكلم معاكم على الحاجات الفورمال بقى، اللي هي اول حاجه هنتكلم على لوجيك اللي هو بيسموه الفيرست اوردر لوجيك بالتفصيل، وازاي استنتج فيه. استنتج يعني ايه؟ اعرف معلومه ما كانتش موجوده، ما كانتش مديها لي مباشره. وهناخد مقدمه كده بسيطه على الديسكريت ماثماتكس، على السيتس والسيكونس، وطبعا الايه في عندنا طبعا يعني احنا عارفين طبعا بنكتب برمجه يبقى عندي اري، يبقى عندي لينكد ليست، بيبقى عندي كيو. فقبل الحاجات دي او البيزك بتاع الحاجات دي اللي هي الواحد يرجع للحاجات السابقه اللي هي كنا بنسميها البيزكس يعني. فغالبا قبل ما يبقى فيه مثلا داتا ستراكشر هيبقى فيه عندي الحاجات دي، الناس الماثماتيشنز عارفينها. ليه الماثماتيشنز مهمين هنا؟ لان انا هحل بروبلم قبل ما توصل للداتا ستراكشر. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عايز اعمل برنامج بيخزن مثلا بيانات طلبه، الطلبه دول ممكن يتخزنوا جوه اري او جوه مثلا اري ليست مثلا في الجافا او جوه لينكد ليست. فالحل بتاعي هيعتمد على انا مختار ايه. ممكن يكون الكلام ده ينفع في الاري ما ينفعش في اللينكد ليست. انما لو بدات اتكلم عن المشكله at early stage لما كانوا ست من الطلبه وخلاص مجموعه من الطلبه، او لما كانت باج، طبعا باج يعني ممكن يكون فيها تكرار، او سيكونس يعني ترتيب مرتب من الطلبه لازم كانهم واقفين ورا بعض ايه طابور يعني. فطبعا السيكونس غالبا جه منها الاري، او الاري طلعت من الايه من السيكونس، لان الاري بيبقى فيها الاندكس. اوكي السيت والباج يعتبروا جنرال كونتينرز، الاري بتاعتي تعتبر سبيشال كيس من الايه من السيت. الباج طبعا السيت معناها انها ما فيهاش تكرار، والباج معناها انها ممكن نسمح بالايه بالتكرار في الفاليوز بتاعتها. فطبعا هنشوف الكلام ده بالتفصيل يعني. بعد كده هبدا اتكلم معاكم على تفصيل ثانيه على تفصيل للايه لليو ام ال كلاس دايجرام بتاعها خصوصا، وان انا احط بعض القوانين باستخدام حاجه بيسموها الاوبجكت كونسترينت لانجويج، اوبجكت كونسترينت لانجويج اللي هي او سي ال. وغالبا هنستخدم تول هنا اسمها يوز تول، طبعا كابيتال ليترز، فدي ستاند فور يو ام ال. وبعدين هيبقى ايه هبدا اعمل عليها بعض الايه بعض الابلكيشن عشان اتاكد ان الاوبجكت هتكون بتخضع لقانون معين. فكاني بكتب لوجيك جوه اليو ام ال. طبعا انا عايز اعمل مثلا اوبجكت مثلا لايبرري، حد بيستعير كتب، عايز اقول انه ما ينفعش يستعير مثلا نسختين من نفس الكتاب. فطبعا معظم الكلاس دايجرام ما تعرفش تقول الكلام ده، ولو هتقوله هتقوله ساعه الكود، ساعه ما اعمل جافا او ساعه ما اعمل سي. لو انا عايز اقول الكلام ده من الاول خالص يبقى انا غالبا محتاج اسبق الايه السي والجافا البرمجه يعني. فغالبا هكتب الكلام ده على الاو سي ال، احط الاو سي ال على اليو ام ال، فيبقى الكلاس دايجرام بتاعي يعني زي ما بيقولوا كده محدش يعرف يخالف حاجه كده ايه ليها قوانين، فاي حد هيستخدمه لازم يستخدمه بالقوانين اللي هي الايه اللي فيه دي. القانون الواحد بيسموه حاجه ما بتتغيرش اللي هي ايه invariant، invariant يعني حاجه ثابته. اوكي ف
فانا هبدا اتكلم على الانفاريانس ديت اللي انا هبقى محتاجها مثلا في كلاس معينه، فابقى فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. بعد كده هبدا اقول برضو في الفانكشنز، عندي بري كونديشن وبوست كونديشن. كونديشن في الاول قبل الفانكشن ما تبدا بيتكلم على البارامترز، وكونديشن في الاخر بعد الفانكشن ما تخلص بيتكلم على الريزلت بتاعتها. فغالبا هتكلم برضو على البري والبوست، علاقتهم ايه بالكلاس دياجرام، لان لو عندك فانكشن ميثود ازاي تتعامل معاها يعني. بعد كده طبعا هيبقى فيه جزء خاص بلوجيك تاني اللي هو وهيبقى فيه برضو ابلكيشن تاني او سبيسيفيكيشن لانجوج، مش بروجرامينج لانجوج، اسمها زد. انا هحاول استخدمها علشان ابقى متاكد البرنامج بتاعي هيشتغل صح، مش هيعمل مشاكل، مش هيعمل سايد افكت. فاهم حاجه الواحد يفضل فاكرها موضوع السايد افكت. سايد افكت يعني ايه؟ يعني مثلا وانا بعمل اد نو سايد افكت، يعني وانا بعمل مثلا اد مثلا نيو ستودنت مش هلخبط مثلا الكورسز، او مش هغير مثلا ترتيب الديبارتمنتس، فده اوبجكت ده اوبجكت تاني، او دي حاجه ودي حاجه، فانا هبقى متاكد ان there is no ايه سايد افكت. مثلا عندي array عايز اعمل لها sort، فعايز اكتب حاجه تقول لي ان انا بعد ما هعمل السورت الريحه مترتبه تمام، كمان الكونتنت بتاعتها ما حصلش فيها ايه يعني it is well preserved، لسه محافظين عليها. كان فيها مثلا 5 و4 و3 لسه موجودين، 4 و5 و3 او 3 و4 و5 حسب ترتيبهم، بس ايه ما جاتش قيم جديده ولا مشت قيم من القيم اللي عندنا، ولا قيم قلل مثلا الايه الفريكوانسيز بتاعتها او اختلفت عن ايه عن ذي قبل. فعايز اقول مثلا ان الاري كباج احول الاري لباج قبل وبعد زي بعض. طبعا حاجه زي كده اتس بيتر ان انا اعرف اتكلم عليها كايه كشرط عشان ابقى متاكد ان ما حصلش لخبطه في الايه في البيانات بتاعتي. كويس قوي. بعد كده هتكلم معاكم على لوجيك ليه دعوه بالتايم. تمب يعني او تمبرال معناها تايم، يعني جايه من تايم. فانا هيهمني قوي ان انا اتكلم معاكم على انواع من اللوجيك بتستخدم في الستيت شارت. بعمل ستيت دايجرام، بعمل ابلكيشن بيسموه موديل تشيكينج. يعني ايه موديل تشيكينج؟ يعني بعمل مثلا اسانسير بيتحرك وبحط الستيت دايجرام بتاعته، وعايز اقول ان في قوانين بيحترمها او ان هو بيحقق خواص معينه، ما ينفعش يتحرك مثلا والباب مفتوح، فده يعتبر قانون او يعتبر بروبرتي، بيسموها بروبرتي او سبيسيفيكيشن. فانا هبدا اكتب الكلام ده بلوجيك، وهستخدم تول او استخدم برنامج مش بيطلع كود، لا بيتشيك على الموديل بس، يعني بيتاكد ان الموديل بتاعي دوت اللي هو الستيت دايجرام ان هو صح، او في حته قصور او كاونتر اكزامبل. يعني ايه كاونتر اكزامبل؟ يعني امتى بيخالف القانون ده. فطبعا هديله ستيت دايجرام وهقول له 1 2 3 4 قوانين اهم، عندك اربع قوانين، لازم الستيت دايجرام ده يكون محقق الاربع قوانين دول. انا كبروجرامر ممكن اكون عملت الستيت دايجرام او يكون حد تاني عمله، بس انا حاطط مقاييس للنجاح او مقاييس ان هو شغال كويس، اللي هم الاربع ايه الاربع قوانين دول. فهنشوف مع بعض ازاي ان انا اعرف استخدم موديل تشيكر زي الاس ام في، وازاي ان انا ايه اعرف اكتب بعض اللي هي بيسموها البروبرتيز، والبروبرتي دي مثلا تبقى حاجه اسمها سيفتي او لايفنس. لايفنس يعني حاجه انها شغاله، في سيرفر بعت له فاكيد هيرد ان شاء الله حتى بعد فتره، بس هيرد. في سيفتي، ما ينفعش تشتغل والباب مفتوح، ما ينفعش تتحرك مثلا والقطر مثلا الباب بتاعه مفتوح، او الاسانسير الباب بتاعه مفتوح، ما ينفعش الميكروويف يشتغل والباب بتاعه مثلا ايه مفتوح عشان ما يحصلش مثلا مشاكل. لو دوست على زرار ستارت هيشتغل اكيد ان شاء الله حتى بعد فتره. فغالبا دي الخواص اللي انا هبدا اتكلم عليها ايه معاكم يعني. فتمام، دي تعتبر المحتويات اللي احنا هنحاول نغطيها. طبعا احنا هيبقى في عندنا محاضره وفي توتوريال ساعه ونص، اعتقد ان انتم تو سيكشنز، فهيبقى اعتقد كل واحد فيكم هيبقى ليه وقت، يعني اعتقد هيبقى في
شيتس وفي مسائل وبعض التولز هنحاول ان احنا نجربها نشغلها عشان بقى نعمل عليها ميني بروجكتس. فالدنيا ان شاء الله هتبقى ظريفه يعني. غالبا هيبقى في عندنا بروجكت على اليوز وبروجكت على الاس ام في، فدول طبعا هيبقوا من الحاجات اللي هي الايه المهمه اللي احنا هنحاول نفهمها كويس ونحاول نستفاد بيها يعني. تمام. طبعا يعني زي ما قلنا دي محتويات الكورس، ودي طبعا الموضوع هيبقى فيه غالبا 2 assignments او 2 mini projects، وهيبقى فيه الكويزز، وطبعا الميد ترم والفاينل زي ما انتم عارفين، وفي الاخر طبعا تبقى الدرجه من ايه من 100 زي ما احنا عارفين. هنا هبدا اتكلم معاكم طبعا على حته مهمه قوي اللي هو صميم الكورس بتاعنا. احنا بنحاول نعمل حته في الوسط اللي هي الفورمال سبيسيفيكيشن. ليه؟ عشان في جاب يعني في ايه، في اختلاف بين الريكويرمنت وبين الفورمال سبيسيفيكيشن، او بين السيستم اللي هو البروجرام. يعني البروجرام دوت الكمبيوتر بيعرف يشغله وبيمشي عليه 1 2 3 4 زي الماشين كود. الريكويرمنت حاجه ناتشرال لانجويج، يعني حاجه مكتوبه بالانجلش بالعربي، فانا عشان كده الكمبيوتر بيعرف يشغل حاجات محدده، عشان كده مستطيل. الريكويرمنت سحابه كلاود، يعني كانها مش محدده قوي، غايمه كده او مش ايه مش شارب يعني، فانا محتاج اترجم من ده لده. فغالبا عشان اعرف اترجم هبدا بقى ان انا ايه اخش في صميم الكورس بتاعي يعني. الكورس دوت هيبقى يا اما ماثماتكس يا لوجيك، او ماثماتكس ولوجيك مع بعض. فغالبا لازم الواحد يبقى كويس في الديسكريت ماثماتكس اللي ليها دعوه بالسيتس والانترسكشن واليونيون والحاجات دي، وكمان يبقى كويس في الحاجات اللي هي بتاعت اللوجيك، وخصوصا الاستنتاج اللي احنا هنحاول نراجعه مع بعض. طيب في حاجه كمان مهمه في الايه في موضوع الفورماليتي ده، ان انا صعب اقول كل التفاصيل اللي عندي في البرنامج. بعمل برنامج وفي temporary variables سوري i و j وكي ومش عارف، وفي فور لوب هناك، وفي اف ستيتمنت هنا، وبيطبع ايه على جنب. فالحاجات دي كلها ممكن ان انا مركزت عليها وانا بعمل ايه، وانا بعمل فورمال سبيسيفيكيشن. يعني كاني يهمني اكتر مثلا شويه فاريبلز بس اكس واي وزد، والباقيين كله ما يهمنيش. اوكي، فلانهم حاجات على جنب، مثلا فاريبل لوكال جوه الفانكشن وبيخلص فما عدتش محتاجه، فغالبا دوت هشيله. يعني ايه؟ يعني هطنشه، مش هتكلم عليه، كاني ما اعرفوش. اوكي، فمثلا لو مثلا عندي جمله مثلا اكس بتساوي 1 والجمله الثانيه مثلا اكس بتساوي 2، يا ده، فممكن طبعا اقول احطهم مثلا مع بعض واقول حاجه زي كده، مثلا اكس بتساوي واحده من القيم دي. يعني احاول ان انا اجنرالايز الايه الدنيا بان انا اشيل الديتيلز. هشيل الديتيلز ده بيسموه ابستراكشن. فانا هعمل ابستراكت موديل، يعني كان البرنامج بتاعي هبسطه، هتكلم عن الحاجات المهمه اللي فيه بس، وبعدين ده هيبقى اسهل ان هو يتحول لفورمال عن الايه عن كل التفاصيل اللي في البرنامج ايه في البرنامج بتاعي. من الحاجات الكويسه ان انا في الريكويرمنت مش عارف التفاصيل، لما بقول لك اعمل لي برنامج يعمل كذا وكذا، انا مش عارف اللوكال فاريبلز ولا عارف التفاصيل ولا اللايبريز ولا الحاجات دي كلها. فغالبا هيبقى اناف الحاجات اللي انا هقول عليها ان انا ابني عليها ايه، ابني عليها الموديل بتاعي. فده الحته اللي هي جايه على اليمين اللي هي بيسموها ابستراكت موديل. طبعا البروسيس دي معناها ان انا باخد الريكويرمنت ومنها احاول اطلع فورمال سبيسيفيكيشن، علشان في جاب هنا، والجاب دي بتخلي الخط بينهم مش خط ثابت او خط يعني دايركت، بتخليه خط معرج كده، معناه ان انا يعني مش سهل قوي ان انا اعرف اوصل من ده لده الا باستخدام الايه الابستراكت، ايه الابستراكت موديل اللي هو المرسوم، ايه اللي مرسوم عندنا ده. كويس، حلو قوي. لحد دلوقتي اتكلمنا على يعني ايه فورمال. عايز اتكلم بقى على الليفل، هحط فورماليتي قد ايه في البرنامج بتاعي. فطبعا الرسمه دي فيها كذا ليفل، والحجم معتمد على انت حطيت قد ايه. فاول حاجه الجزء الاحمر ده انت ما بتحطش فورماليتي خالص،
بس كل اللي بتعمله ان انت مثلا بتعمل انسبكشن، يعني بتبص على الكود، بتشوف ان الكود دوت بعينك كده مكتوب بطريقه كويسه، الفاريابلز مثلا مش هياخد قيم شكلها مثلا غريب، دايما القيم اللي فيه ماشيه مظبوط. فدي طبعا ايه طريقه التكلفه بتاعتها صغيره بس الدقه بتاعتها برضو صغيره، يعني ممكن يحصل غلطات بتاعت الرننج لان انت الانسبكشن والريفيو غالبا مش هيغطي كل الحالات المشاكل يعني. طبعا في بعد كده حاجه بقى بيسموها لو، يعني مثلا ان انت حاطط قدر قليل جدا من الايه من الفورماليتي خصوصا الديسكريت ماثماتكس. اوكي مثلا مثلا حته مثلا فيها شورت سيركت ايفالويشن، مثلا حته فيها مثلا ان انت بتجمع مثلا نمبرز فمستخدم سام فورمولا مثلا لجمع النمبرز دي، بتستنتج مثلا البيج او مثلا بتاع حاجه، فغالبا الحاجات دي كلها ممكن الواحد يستخدم فيها الديسكريت ماثماتكس ايه بنجاح، بس القدر او النجاح اللي هتجيبه لك مش ايه مش سترونج قوي. طب ميديم، ميديم بقى ان الواحد يكتب فورمال سبيسيفيكيشن لانجويج ويتاكد من الايه من التايب تشيكينج. طبعا التايب تشيكينج دي من الحاجات المهمه، زي مثلا في السي عندي مثلا انتجر وعندي كاركتر وعندي لونج انتجر ودبل، فممكن يحصل بعض المشاكل نتيجه الكونفرجن من تايب لتايب تاني، فيهمني قوي ان انا اتشيك ان التايب شغال ايه شغال صح، او ما فيش مثلا اكسبريشن التايب بتاعه كبير راح في فاريبل التايب بتاعه صغير عشان ما يحصلش مثلا ايه اوفر فلو. يعني غالبا هيبقى في عندي ايه شويه كده حاجات احرص ان انا بعملها. يعني هاي اخر ليفل ان انا احط فورماليتي على قد ما اقدر، وخصوصا ان انا اعمل حاجه اسمها بروف تشيكنج. بروف تشيكنج يعني ايه؟ يعني مثلا عملت الجوريزم يحسب لي مثلا الماكسيمم مثلا جوه تري، فعايز اتاكد ان عمره ما هيجيب لي حاجه الا الماكسيمم. اوكي طيب انا حطيت شويه يعني زي ما بيقولوا كده شويه اوبريشنز عندي هتشتغل ازاي، وشويه قوانين في الطبيعه تقول مثلا لو اكس اكبر من واي واي اكبر من زد تبقى ايه تبقى اكس اكبر من زد. فقوانين دي مع قوانين انا كاتبها في البرنامج احطهم مع بعض يجيبوا لي الاثبات، لو ما جابوش الاثبات يبقى في عندي حاجه ناقصه. فايه هو اللي ناقص؟ يا اما حته ما عملتهاش في البرنامج، يا اما في حاجه انا مش عارفها من قوانين الايه قوانين الفيزياء او قوانين الطبيعه مش عارفها. فغالبا دي اللي هي بيسموها الايه البروف اوبليجيشن، او بتاكد من الاثبات انها ايه لو اديت له الانبوت دوت هيطلع الاوتبوت ده، الفانكشن دايما هتطلع الايه كذا، القيمه اللي هتطلع ريتيرند هي دايما الماكسيمم، او الاري دايما هتبقى سورتد. فالحاجات دي كلها هي الايه هي الحاجه اللي انا عايز اثبتها. كويس طبعا انا هبقى محتاج ايه، هنبقى محتاجين شويه حاجات بسيطه، شويه حاجات خاصه بالسيتس. اوكي وهيبقى غالبا عندنا محاضره بعد المحاضره اللي جايه او بعد الجزء بتاع اللوجيك هبدا اتكلم فيها على الايه على الماثماتكس وعلى الايه اللوجيك اللي انا هبقى محتاجه، خصوصا الماثماتكس. يعني هبقى محتاج طبعا السيتس، بعض اللوجيك اوبريتورز، طبعا اوبريتورز بقى اللي عن السيتس اللي هي اليونيون والانترسكشن والديفرنس وبيلونجز ودازنت بيلونج، الحاجات دي كلها، والسيكونس. السيكونس هبقى محتاج فيه ايه اعرف اعمل اجيب اول اليمنت، اعرف اجيب اخر اليمنت لو ما بيسموه الهيد والتيل، والفرونت والفرونت واللاست اللي هم الايه اول اليمنت واخر اليمنت. فغالبا دول اللي انا هبقى محتاج ايه محتاجهم، ازاي اعرف اعمل لوجيك او اعمل قانون باستخدام الحاجات دي. انا بقى لما اجي اكتب برمجه هعمل حاجه تفصل لي الاري او تعمل سبليت للاري مثلا، انما انا هشغل الالجوريثم بتاعي على ان هو ايه مجرد ان انا عندي سيكونس. سيكونس يعني ابستراكت، من غير ما تخش في التفاصيل انت هتحجزه ازاي، ولا هو اري دايناميك ولا ستاتيك ولا ايه بالظبط. فانا هطلع نفسي فوق التفاصيل دي ايه كلها دلوقتي. كونكاتينيشن طبعا ان انا الحم اتنين في بعض، اعمل كاني بعمل ميرج يعني بتوين تو سيكونسز بس يبقوا ورا بعض، مش اخلط الارقام اللي بينهم، لا اخلي واحد ورا الايه ورا التاني.
طيب حلو قوي. نبدأ نبص مع بعض ايه الاسباب اللي مخليه الريكويرمنت وحشه، او ليه ما اعتمدش على الكلام الانجليش او الكلام العربي وخلاص. اوكي، فطبعا ايه المشاكل اللي في الريكويرمنت؟ المشاكل اللي فيها ان فيها الحاجات اللي هي الحمراء دي، فيها كونتراديكشن، يعني دايما وانا بتكلم ممكن زي ما بيقولوا الكلام يذهب بعضه بعضا. يعني ايه؟ ممكن ان انا بتكلم اقول مثلا امبارح كانت الدنيا حر، وبعد كده ارجع تاني واقول امبارح كانت الدنيا برد. طيب انا هل اقصد يوم وقت معين مثلا من امبارح، ولا اقصد ان انا غلطت، ولا ايه بالظبط؟ فالكلام على مجمله غلط. اوكي، فانت بقى محتاج تتاكد ان الريكويرمنت بتاعتك ما فيهاش كونتراديكشن. وتعرف ازاي ان ما فيش كونتراديكشن؟ ما ينفعش انك تختبرها وهي كلام. الافضل ان انت ترجمها لصيغه يسهل ان انت تتعرف على الايه، على الكونتراديكشن بتاعتك دي. فمثلا لو انا بقول لك مثلا حاجه زي مثلا كيو بتساوي ايه، وكيو بتساوي بي، وايه ما بتساويش بي مثلا. طبعا حاجه سهله قوي ان انت ايه، يعني تكتشف ان هنا في مشكله يعني. فطبعا هيطلع الكلام ده فيه كونتراديكشن، يعني الثلاث جمل دولت مع بعض لو هما صح يبقى في حاجه غلط، يبقى الدنيا غلط. اوكي، فانت غالبا بقى ايه، يعني هنشوف مع بعض باستخدام اللوجيك مثلا ان انا ممكن اعبر عنهم واعمل حاجه اسمها استنتاج ريزولوشن، وفي الاخر الاقي نفسي ايه، اكتشفت ان في غلط في الايه، في الثلاث جمل دولت مع بعض. فده مثلا ممكن يكون ريكويرمنت، واحد عايز كذا وواحد عايز كذا وواحد عايز كذا، ما ينفعش ثلاثه مع بعض، فلازم تغير مخك في واحد من الثلاثه. فده اللي احنا هنحاول ايه، نحاول نعمله ان شاء الله. تاني حاجه اللي هي ambiguity. ambiguity معناها الناس ممكن تفهم نفس الكلام بطرق مختلفه. يعني هنا مثلا تعالوا نبص على الولد دوت بيقول لها كل 100 كام، يعني ايه؟ يعني اطلب لي تاكسي، يعني ده قصده. اوكي، فهي قالت له ايه، اوكي يو ار كاب، يعني هي فهمت ان هو بيقول لها كل مي، يعني ناديني باسم كذا. اوكي، فطبعا دي حاجه يعني فاني. بس الاكتر بقى فاني عن كده ان انت ايه، تلاقي في الكود بتاعك انك بتعمل اخطاء زي كده. انت كبروجرامر ممكن تفهم حاجه كان اللي كتب البرنامج او اللي عايز البرنامج كان قالها، بس عايز بيها حاجه تانية، بس هو مش عارف يكتبها ازاي لان هو مش اللي هيكتب البرنامج. فمثلا انا عايز مثلا اكس تبقى اكبر قيمه في الاري مثلا، فممكن انت تفهمها بطريقه، ممكن هو يبقى قصده حاجه تانية. فغالبا طبعا يعني من غير الدخول في تفاصيل ممكن يبقى في اخطاء كتير من هذا الايه، من هذا الموضوع، نتيجه ان الريكويرمنت مكتوبه بالانجليزي او بالعربي، انما انت بتشتغل كحاجه محدده كايه، كبروجرامر او كبرنامج يعني. فطبعا دي ممكن تبقى يعني احد الحاجات ان احنا محتاجين نترجم وتاكد من دقه الترجمه وجوده الترجمه بالنسبه للكاستمر او الكلاينت، يبقى فاهم ايه اللي هيحصل بالظبط يعني. ثالث حاجه اللي هي فيجنس. فيجنس يعني حاجه مش واضحه. مثلا تقول لي مثلا اكس از جود مثلا، او اكس از بيج، او اكس از سمول، وايه قصدك بيج او سمول؟ ما مش عارف يعني، مثلا x is big and y is big، بس ممكن تكون ال y غير ال x مثلا. فأنا يعني إيه، لازم الواحد يبقى دقيق، ولازم مثلا بعض الحاجات اللي هي تبقى precisely يعني بدقة مطلوبة، otherwise هيبقى الكلام دوت مش إيه، مش تمام. يعني مثلا ممكن وسط الكلام مثلا يقول لك if it was matching or nearly matched، فيعني ايه nearly matched، او it's not very far from the data مثلا. فالحاجات دي ممكن طبعا من غير ما ابقى فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط ممكن تعمل مشاكل. ممكن بروجرامر يعملها بطريقه وبروجرامر تاني يعملها بطريقه، فبالتالي الكود بتاعي ممكن يبقى لو كذا واحد بيكتبه ممكن يبقى فيه لخبطه، او لو كتب مره ومره تانية ممكن يبقى ده قصده حاجه وده قصده حاجه تانية. فغالبا يعني ايه، الحاجات دي محتاجه تحط لها قوانين ما تتسابش بهذا الايه، بهذا الشكل يعني. مين هيقول لك ان انا محتاج قانون؟ انت لما تيجي تترجم الكلام ده اللوجيك او الفورمال سبيسيفيكيشن هتلاقي نفسك مضطر
مضطر تسأله الحتة دي معناها كذا، أنا عملتها كذا، دي صح ولا غلط؟ فبالتالي هي إيه؟ هيقول لك يعني هيأجري على اللي أنت كاتبه ولا هيدس أجري ويقول لك الصح بتاعها إيه؟ بعد كده في خطأ تاني اللي هو، أو مشكلة تاني رابعة بقى، اللي هي الإنكمبليتنس، اللي هي إن أنت غالبا في الريكويرمنت بتاعتك ما بتقولش حالات كلها. الإنسان طبعا يعني بينسى دايما، ممكن يقول لك مثلا لو إكس أكبر من واي أعمل كذا ويسكت. أوكي، فيسكت دي بقى معناها طب لو الواي أكبر من الإكس بالعكس بقى هعمل إيه؟ هعمل عكس الكلام ده ولا ماليش دعوة ولا هسكت ولا مين ياخد القرار؟ فطبعا انت ممكن تاخد قرار كبروجرامر او تسيبها فاضيه، تلاقي البرنامج ما بيعملش حاجه، او تكتب حاجه من دماغك. فغالبا اتس بيتر ان انت لما تيجي تختبر حاجه زي كده مثلا تختبر الكلام دوت في صيغه اللي هو اللوجيك. اوكي، وطبعا لازم تحط فورمال، وبعدين ايه تتاكد بقى ان في حاجات منسيه ميسد كيسز ولا ايه، ولا كل حاجة سليمة، بدل ما تقعد تكتب كود وفي الآخر تعمل ترحله للتستنج. في التستنج طبعا هتلاقي إن الكلام دوت هيبقى التكلفة بتاعته عالية بعد ما عملت الكود، بعد ما عملت كل حاجة. إنما لو عملته في الليفل بتاع الفورمال سبيسيفيكيشن ممكن يحصل عليه تشيكنج هناك، فتقول إن في حاجة ناقصة. يعني اللي كتب لك الريكويرمنت يقول لك أنا هصلحها بكذا أو هغير الريكويرمنت بتاعتي. طيب آخر مشكلة بقى اللي هي غالبا معظم الناس بتقع فيها، أنا بكلمكم مثلا على كذا حاجة، مثلا على الكواليتي وعلى مثلا الفورمال، وغالبا بحب الكواليتي أكتر، فأنا هتكلم على الكواليتي أكتر. أوكي، ولما أجي أتكلم على الفورمال هتكلم باغتضاب أو هتكلم من غير ما أخش في تفاصيل كتير. فأنت هتعمل برنامج فيه الحتة دي والحتة دي، بس أنا كلمتك على حتة بالتفصيل وكلمتك على حتة بأقل إيه، بأقل تفصيلا. فغالبا بيحصل مشاكل، لأن أنا يعني زي ما بيقولوا كده، لما اتكلمت بالتفصيل أرغمتك على حاجات، لما اتكلمت بأقل سبت لك الدنيا فري شوية، أو إن أنت تبقى عندك حرية في اختيار الحاجات واختيار الديتيلز. فغالبا لما بكون بتكلم على ريكويرمنت بتاعت برنامج كبير لازم يكون كل كلامي مية واحدة أو ليفل واحد، ليفل واحد من الأبستراكشن. يعني إيه أبستراكشن؟ يعني لو انا بتكلم من غير تفاصيل كتير قوي بيسموه فيري ابستراكت، ابدا ادخل تفاصيل حته بحته حته بحته لحد ما الاقي نفسي بكتب كود. يعني اقول لك خليك انت بقى على جنب واقعد انا اكتب الكود، بس انا ما اعرفش اكتب كود، فبالتالي هيبقى صعب عليا ان انا اتكلم بالتفاصيل بهذا الشكل. لو قعدت اتكلم بالتفاصيل كتير هزهقك واغلطك، لان الكلام الكتير هي ايه، هي دايما هيبقى فيه كونتراديكشن مع ايه، مع بعض. الكلام ده طبعا لو انتم من شويه دخلتوا في الجزء بتاع الهاردوير، مثلا زي فكره الجيتس، بتكلم على اند جيت واور جيت، او بتكلم على الار تي ال اللي هو مثلا الريجستر، مثلا ترانسفير، مثلا يعني هياخد من الريجستر دي يحط في الريجستر دي، ولا بتكلم على الالجوريزم، هعمل مثلا الالجوريزم ازاي انقل مثلا من اكس لواي، او اعمل روتيشن ازاي، او اعمل ازاي ستاك مثلا. فالحاجات دي كلها ليفلز مختلفة، فما اجيش انا اتكلم معاك في حتة على الجيتس بتاعتها وحتة تانية اتكلم مثلا على الالجوريزم، فده هيلخبطك. اوكي، فات وود بي بيتر ان انا اتكلم مثلا في ليفل ابستراكت كله قد بعضه، وليكن مثلا ليفل الالجوريزمز. اوكي، واسيبك انت بقى الايه يعني تعيش مع الجيتس او تعيش مع التفاصيل الدقيقة كديفلوبر او كايه كبروجرامر يعني. فكده تمام، خمس حاجات غالبا الريكويرمنت بتبقى مش كويسه فيهم لما بتتكتب بالانجلش او بتتكتب بالعربي: كونتراديكشن، امبيجوتي او امبيجوتيز، فيجنس معناها انها مش واضحه او مش بريسايز، مش دقيقه. اوكي، انكومبليتنس، في حته تكون منسيه او اتنست، وميكسد ليفل وابستراكشن. تمام، فطبعا يعني ده كان الملخص السريع ليه الريكويرمنت ممكن تبقى مش كويسه. طبعا دلوقتي معظم البرامج بقت معتمده على السوفت وير، اي حاجه مثلا وسيله مواصلات فيها ليها مايكرو كنترولر وبيحتملش الخطا، وفي ديبندنسي كامل على مثلا الاي تي ام ماشين والبانكينج ترانسفير على السوفت وير،
فيعني محتاجين ديبندنسي عالية، أو إن السيستم بتاعنا يبقى صح، يبقى صح فما يغلطش. طبعا يعني دي من الحاجات اللي هي الإيه المهمة. طبعا السوفت وير ممكن يكون بيغلط شوية، مختلف شوية عن الهارد وير. غالبا انت في الكمبيوتر بتاعك اسهل حاجة الهارد وير يبوظ، مش هتعرف تغيره. مثلا تلاقي مثلا يقول لك الشاشة مثلا او البطارية فضت، فبدلها او قربت تفضى او قربت تبوظ. السوفت وير لو لخبط مش هتعرف، خصوصا لو ما عملش فيل سيف. فيل سيف يعني ايه؟ يعني الفانكشن لقت نفسها مش عارفه تشتغل فتسكت او تقفل، اوكي؟ زي الاسيرت كده او زي الاسيرشن. فهنا دلوقتي طبعا السوفت وير ممكن يحسب غلط او ممكن يعمل غلطه، والغلطه دي ممكن تؤدي الى مشاكل جامده، خصوصا لو برنامج مهم او برنامج مثلا فيه مثلا بيحسب مثلا فلوس ناس او بيعمل كنترول. فمثلا لو في عندي مثلا اوفر فلو مثلا بروبلم، وانا بحسب مثلا مرتبات بجمع ارقام على بعضها، فده طبعا ممكن يعمل مشاكل ايه، مشاكل فظيعة يعني احنا في غنى عنها. تمام. طبعا الفورمال ميثودز ليها ليميتيشن، وغالبا انها الواحد ما يفكرش فيها انها حل متكامل، ان هو كل حاجة يحولها اللوجيك. يعني مثلا انا بعمل برنامج والبرنامج بتاعي مثلا بيعمل حته على جنب جي سي دي، اعملها بالفورمال، بقيه الحاجات يعني ملهاش دعوه. مثلا بعمل برنامج لحساب مثلا تعليم الماسز مثلا للاطفال، فهيبقى فيه رسومات، هيبقى فيه انيميشن، هيبقى فيه يوزر انبوت يو اي، فالحاجات دي كلها مش محتاجه فورماليتي. فانا غالبا هستخدم الفورماليتي كانجريدينت، يعني حته جوه الايه الابلكيشن بتاعي. فالواحد لازم يبقى فاهم ان هو ازاي يختار الحتة المهمة اللي فيها كالكوليشن مهمة ويستخدمها فيها، ويسيب بقية الحتة اللي هي مش محتاجاها. طبعا الفورمال ميثودز لما بنحطها على حاجة بتزود الكونفيدنس، معناها ان هو معمول بدقة، وزي ما بيقولوا كده اتصرف عليه وهو بيتعمل، ففي الآخر بيطلع حاجة متأكدين منها أكتر من إن إحنا نعمل حاجة وخلاص، أو حاجة وفي الآخر نبقى نتست بقى، أو كل ما نلاقي غلطة نبقى نصلحها. فطبعا ما ينفعش في البانكينج مثلا إنك أنت يعني تاخد فلوس من 500 عميل وفي الآخر تيجي تصلح الباج. فغالبا دي الحاجات اللي هي ما فيهاش مجال الخطأ يعني. طبعا اخر حاجه فورمال ميثود ماست بي فولي انتجريتد ويز دومين نولج، لازم يكون في حد بيفهم في المجال اللي انت هتحطه فيه. هعمل مثلا فورمال سبيسيفيكيشن مثلا للمايكرويف، فلازم ابقى فاهم بيشتغل ازاي، ايه الخطوره بتيجي منين، بياخد وقت قد ايه على بال مثلا بيشتغل. الحاجات دي كلها محتاج ان انا ابقى فاهمها، او حد فاهمها يبدا يتكلم معايا ويبدا يحط لي بعض الايه القوانين. يعني غالبا في عندنا بروجرامر، وفي واحد بتاع فورماليتي او بتاع فورمال، وفي واحد بتاع الدومين او بتاع السيستم ذات نفسه اللي طالب الحاجه، اللي هو بيسموه سيستم انجينير. فانا غالبا محتاج يبقى في يعني كوبريشن بين الثلاث ايه افراد دول، والفورمال جاي او الفورمال بيرسون دوت يبقى هو في الوسط ان ذا ميدل. فغالبا ده بيسهل الدنيا على البروجرامر، بدل ما البروجرامر يبقى مثلا مطلوب منه ان هو يبقى فاهم كويس قوي في الفاينانس، يبقى فاهم مثلا ازاي القوانين بتشتغل في الفيزياء، فيبقى انا غالبا بخفف عليه العبء وبخليه بس يركز في البرمجه. اقول له انا هجيب لك المطلوب وانت ايه زي بتاع المطبخ مثلا في اي مطعم، ما بيطلعش بره ياخد الايه ياخد الطلبات، بيستنى الويتر ان هو ايه يخش له بالايه بالطلبات، وهو يبدا يطبخ بقى اللي هو ايه اللي هو عايزه جوه. طيب برضو هنا في عندنا زي الوصايا العشرة كده بالنسبة للفورمال، سوري بالنسبة للفورمال ميثودز. يعني طبعا هيبقى في عندي نوتيشنز مختلفة كتير، فغالبا الواحد لازم يدور على حاجة سيوتابل، دي أول حاجة. تاني حاجة هيبقى في كوست، احنا دلوقتي بنعمل كورس وبنجرب، بس لما حاجة اشتغل بره هيبقى في كوست، وهيبقى كوست لازم يبقى محسوب عشان ما اعملش كل حاجه فورمال على قد ما اقدر،
وابقى انا كده خدمت الناس وفي الاخر طلعت عينهم وخليتهم يصرفوا على حاجات مش محتاجه يتصرف ايه مش محتاج يتصرف عليها. الواحد مش هيسيب طرق الديفلوبمنت العاديه اللي هي تالت واحده تحت don't abandon traditional development methods، لازم برضو تخش في الايه في الحسبان، وزي ما بنقول الفورماليتي بتبقى حته بارشل حته جزئيه كده يعني. don't over formalize، طبعا ما فيش اي داعي ان انا اقعد اعمل فورماليزيشن على نفسي او اقعد احط التفاصيل كلها من غير لازمه لان انا هعقد الدنيا. have a formal method go on call، يعني ايه؟ يعني معناها غالبا انت كبروجرامر لو انت هتبدا تستخدم هذه الاشياء اتس بيتر ان يبقى في حد ترجع له مثلا ليه دعوه بالايه باللوجيك، ليه دعوه ماثيماتيشنز مثلا، لان غالبا ممكن يساعدك في الاثبات او في عدم الاثبات او في بعض الكاونتر اكزامبل يكتشفها لك. فغالبا دي من الحاجات اللي هي الايه المهمه يعني. دوكيومنت سفيشنتلي، يعني ايه؟ اكتب اللي انت عملته واكتب انك عملت ده فورمال وما عملتش ده فورمال، لان دي من الحاجات اللي هي المهمه علشان ممكن انت بعد كده تنسى او ممكن حد تاني بيكمل معاك الشغل يبقى فاهم انت واقف فين، مش يقعد يدور يعني ايه ده ويعني ايه دوت. لان غالبا في الفورماليتي انت هتقعد تحط رموز وغالبا مش هيبقى ليها مسميات طويله مثلا زي المسميات الفاريابلز مثلا عندنا في البرامج، فغالبا يعني يطول بي امس ان هو يبدا يدور على كل حاجه بنفسه يعني. طيب دول 10 طبعا، احنا شفنا 6. don't compromise quality، يبقى انا غالبا مش حاجه على حساب الكواليتي، يعني اشوف الكواليتي بتقول ايه ولازم برضو اراعيها، ما يبقاش الموضوع فورمال واسيب الايه بقيه الحاجات انها تروح في ايه يعني تختفي يعني. don't assume ان الفورمال سيرتيفيكيشن ار فلوليس، فلوليس يعني كانها ما بتغلطش. ففي بعض الاحيان ممكن اكمل الكلام ده بتستنج تشيكينج في الاخر، ممكن اكون استخدمتها غلط، استخدمتها في حته غلط، فيهمني قوي ان انا ما بقاش يعني متخيل ان انا عملت العصا السحريه وكل حاجه هتختفي من قدامي، هفضل بس الايه الحاجات الصح. طبعا اخر حاجه او التاسع حاجه don't use of formal method doesn't eliminate the need of test procedure، طبعا دي كانها مكمله شويه للايه للي قبلها، ان انا محتاج استخدم تيستنج برضو بعد الفورمال عشان تبقى الدنيا معروفه. ممكن تكون العمليه اسهل شويه بس يعني مش لازم تحط كيسز كتيره يوز كيسز كتيره زي الاول، بس على الاقل محتاج تتاكد انها بتشتغل كومباتبل ما فيهاش مشاكل. ريوز ستيل امبورتنت، طبعا في بعض الاحيان انا هبقى محتاج برضو اعمل ريوز، يعني يبقى في عندي جزء من الكود اكمله سواء اذا كان الكود دوت فيه فورمال او ما فيهوش فورمال. فانا غالبا يعني كبروجرامر محدش يقدر يعيش من غير الريوز، اوكي؟ انه يعمل مثلا ابسط حاجه ان هو مثلا يعمل كود مثلا ياخد مثلا موديول ياخد كلاس يعملها كوبي من مكان لمكان ويبدا ان هو ايه يستخدمها تاني او يعمل تمبلت. الحاجات دي كلها يعني ايه لازم افكر فيها وانا بشتغل بالفورماليتيز يعني. تمام، اعتقد ان يعني كده دي كده كانت مقدمه ظريفه. احنا ان شاء الله هيبقى المين عندنا لوجيك اللي هو الفيرست اوردر لوجيك، وبعد كده هنخش في الاو سي ال والزد والاس ام في، فهم تقريبا كانهم 4 اجزاء مكملين لبعض يعني، بحيث ان احنا ان شاء الله ايه نغطي الكورس بتاعنا بطريقه كويسه يعني. فلو في حد عنده اسئله يعني يا ريت نسمعها. يا جماعه تمام يا دكتور تمام اوكي. طيب انا حاسس ان بقى المحاضره دي ال LMS بتاعكم اعتقد ان هو يعني شغال، فانا هحط عليه المحاضره ديت. هو فيه دلوقتي